قصة نوح عليه السلام تعلم فن الإصرار في الحياة في أربع مشاهد. المشهد الأول مشهد الحوار بين سيدنا نوح وقومه، منتهى حرية الرأي إن القرآن عرض أراء المعارضين والمستهزئين بسيدنا نوح وما حذفهاش، بل أعطاهم مساحة كاملة لعرض أفكارهم حتى لو خاطئة. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وقالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقالوا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ورد سيدنا نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وقال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وقال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وانتهى المشهد برفض قوم نوح استمرار الحوار. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. المشهد الثاني مشهد قلة المؤمنين مع سيدنا نوح. يقول الله وما آمن معه إلا قليل. قليل في اللغة لا تزيد عن 80 شخص، يعني فقط 80 رجل وامرأة أمنوا به في 950 سنة، يعني كل 12 سنة بيؤمن به واحد بس. معقول لم يمل أو يحبط؟ رغم العدد القليل ده اللي مؤمن برسالته وبيحب الناس لا يمكن يزهق أبدا. المشهد الثالث مشهد إصرار سيدنا نوح على رسالته. فضل سيدنا نوح مصر على دعوة قوم بكل الوسائل الممكنة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليل ونهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فمسكتش. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. جهر وعلن وسر وليل ونهار، عمرك شوف شفت إصرار أكتر من كده؟ وكل ده من غير عنف أو تشدد. هل تملك صبر وعزيمة لتنجح في حياتك مثل سيدنا نوح؟ المشهد الرابع مشهد صناعة السفينة. قال له الله واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. صناعة سفينة في الصحراء لا زرع فيها ولا شجر ولا ماء، يستغرق سنين طويلة توصل لخمسين سنة، لأنه حيبدأ بزراعة أشجار ضخمة عشان ياخد أقوى أنواع الأخشاب، وبعدين حديد ومسامير لتتحمل السفينة الموج اللي حيكون كالجبال ساعة الطوفان، وبعدين حجم السفينة لازم يكون ضخم جدا لتستوعب كل الكائنات زوجين اتنين لتستمر المخلوقات بعد الطوفان. تخيل الصبر والإصرار على صناعة السفينة في الصحراء رغم سخرية الناس وهم بيتريقوا بيقولوله بتبني سفينة في الصحراء يا نوح؟ هل تملك الإصرار على النجاح في حياتك مثل سيدنا نوح؟ تعالوا نكمل الجزء القادم مشهد الطوفان ونجاة سيدنا نوح ومن آمن معه. انشروها عشان يتعلم شبابنا وولادنا قصص الأنبياء.